السلام عليكم. طبعا محاضرتنا هي تكملة للمحاضرة السابقة اللي هي Failure Resulting from Static Loading، مقدمة إلى طلبة الصف الرابع Mechatronics and Robot للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 لمادة التصميم الميكانيكي، مقدمة من قبل دكتور حاتم لطلبة قسم هندسة السيطرة والنظم. تطرقنا حقيقة بشكل سريع ذاك الأسبوع إلى مقدمة عن الأحمال الاستاتيكية، المواد الهندسية، أنواع الفيلير، وانطينا examples صوري لبعض الأحمال الديناميكية والاستاتيكية، وأيضا تطرقنا إلى الفاكتور أوف سيفتي وشنو تأثيره وليش بدنا نستخدم فاكتور اوف سيفتي بالتصميم وشنو الحالات اللي يكون بيها الفاكتور اوف سيفتي يعني يتطلب يعني قيم عالية او قيم قليلة. هاي كلها تقريبا الاسبوع الماضي تطرقنا له، وشفنا انه الكرايتيريا بالنسبة للدكتل ماتيريال والبريتل ماتيريال شلون نختاره أو شلون نتعرف عليه من خلال السؤال اللي يعطى أو المعطيات اللي موجودة بالسؤال، وقلنا إذا كان على الـ strain at failure إذا كان أصغر من 5% أو أكبر ويساوي 5%، هو هذا عندنا الفاصل بين الدكتل ماتيريال والبريتل ماتيريالز، وراح نحدد من خلاله يا نظرية ممكن أنه إحنا نطبقها للحصول على التصميم المطلوب. طرقنا للطرق اللي تستخدم في حل مسائل الدكتل ماتيريالز، اليلد كرايتيريا اللي كانت عندنا الماكسيمم شير ستريس ثيوري والديستورجن انرجي ثيوري، وعندنا الدكتل كولوم، وتطرقنا الى انه الكرايتيريز او الثيوريز اللي تستخدم للبريتل ماتيريالز اللي هي الماكسيموم نورمال ستريس والبريتل كولوم مور والموديفايد مور، وانطينا الفلو شارت هذا اللي ممكن من خلاله انه انت يكون لك جايد على يا نظريه راح تطبقها في الحصول على النتائج من مساله معينه في التصميم. تطرقنا الى الماكسيموم شير ستريس ثيوري يعني الاشتقاق بشكل سريع وشون عليه من تعتمد والعلاقة بين الشير والستريسز واليلد، وإلى أن وصلنا إلى مرحلة يعني الاشتقاقات، وقلنا البلين ستريس اللي هو الحالات العامة اللي دائما نطبقها بالحل، معظم الحالات هي بلين ستريس اللي هو يهمل الإجهاد الثالث ويأخذ إجهادين فقط، لأن معظم التطبيقات اللي موجودة بالتصاميم هي تعتمد على 2D أو 2 axis أو plane stress. نعم، وطلعنا العلاقة اللي تربط لك بين الـ applied الـallowable stresses والyield، وشفنا للرسم أنه عندنا 3 cases اللي راح نقدر جرافيكالي نمثل الحل اذا يجي سؤال في حالة الجراف، وشفنا انه هذا الشكل اللي يكون به السيجما اي والسيجما بي بالقيم الموجبة او السالبة وعلاقته باليلد، فاليلد اذا كان تنشن ياخذ موجب واذا كان كومبريشن ياخذ شنو سالب، والكيسز اللي هي كيس 1 وكيس 2 وكيس 3 هاي أيضا تطرقنا لها بالمحاضرة السابقة. وهاي إذا كان عندنا الشير أيضا الحالات اللي يكون بها الشير الحالة شير ستريس أيضا تطرقنا لها، وهنا قلنا العلاقة اللي هي علاقة الشير ويا من ويا اليلد ويا السيفتي فاكتور، فمثلا أطلب منك السيفتي فاكتور ترجع على هاي العلاقة وتروح الشير تعوض مكانه
وتحلوا إن شاء الله راح تجينا أسئلة يعني نتطرق لها أمثلة نشرح لكم إياها حتى يعني بعد ما نكمل الديستورجن إنرجي راح يصير عندك في النظريتين نقدر والنظرية الثالثة أيضا نطبقها حتى نقدر نوصل إلى يعني ثلاث نظريات للدكتل ماتيريالز نقدر نطبق عليها أمثلة ونشوف الفروقات وليش نطبق هاي ليش نطبق ليش ونعطيكم أمثلة. حقيقة بعض الطلبة بحثوا أنه قالوا صار لود علينا والتقارير إحنا بالنسبة مادة نظرية إحنا مو تقارير إحنا هنا نريد نسوي نأهلكم أنه تشتغلون هوم ووركس. الهوم ووركس بالتصميم مطلوب يعني التقارير إذا إجا توجيه نشتغل تقارير بحث آخر بس إحنا هنا نريد نوجه الهوم ووركس بحيث هاي الهوم ووركس أنت تكون مؤهل أنه تشتغلها بالصيغة اللي متفق عليها. فحتى تشتغل الهوم ووركس إحنا قلنا ننطي فد فصل بثلاث صفحات لكل طالب وهالثلاث صفحات هاي يحاول الطالب أنه شلون يبدأ مدخل يتعلم به. يعني انت مو تجي مباشره ردتك تجي على الهوم ورك وتشتغل التنطيق فد بدايه لشغلك من خلالها تجمع فد بعض المعلومات اللي تشوف انت تحتاجها حتى تسوي الهوم ورك هذا ومن تصير لك قابليه انه هذا الهوم ورك البسيط اللي التطبيق البسيط اللي سويته نبدا عاد نشتغل بال الهوم ووركس الأخرى اللي هي السولف بروبلمز نعطيكم بروبلمز وأنت تبدأ تحل البروبلم وتتوسع بها إلى أن توصل إلى يعني الحل الأمثل اللي تكون عندك في القاعدة أساسية من تجي الامتحان النهائي ما تتفاجأ حال أسئلة كل شوية وحالها بالتفصيل ممل والحل مالتك نموذجي موجود عندك يعني صار عندك في collection of problems تقدر أنت تستند عليه بحيث أن يطور مؤهلاتك بالاجتياز الامتحان وكذلك يزيد مهاراتك من تعلم على أنه أنت تبدأ تحل حلول مرتبة حلوة يعني documented archived وكذلك الكتابة مالتها هي كتابة عن طريق وورد فصير عندك سكيلز مهارات كلش قوية إضافة إلى أنه الشغل مالتك يكون نموذجي. بالنسبة إلى طاقة التشوه طبعا هاي تنظر طاقة التشوه يعني من منظور تأخذ من منظور الطاقة الكلية عند الفشل تحسب وتقارن أو تقارن هاي الطاقة الكلية طاقة التشوه عند الفشل بالطاقة الكلية في اختبار أحادي المحور اللي هو اختبار التنسل تيست. تنسل تيست قلنا يونياكسيال تيست اللي هو محور واحد أخذنا احنا لا تذكرون ستريف أو رود ونسلط عليه إجهاد من الطرفين من الجهتين إجهاد شد إلى أن يحدث الفشل. فهذا كان اختبار الشد. اختبار الشد يعتبر يونياكسيال. هنا الطاقة الكلية لتسليط قوى أو إجهادات بالمحاور الثلاثة وشوف الطاقة مالت اللي تنتج من هذا التشوه اللي يحصل عند تسليط الإجهادات الثلاثة مع طاقة التشوه اللي تحدث في اختبار الشد لليونياكسيال لود لنفس الماتيريال تصير هيش مقارنة. عادة أي إلاستيك ممبر أو يعني في جزء مرن مثل السبرينج يعني هسه إذا تشوف أنت بالسيارات من تمشي السيارة وتجي فد عوارض قدامها طسات ايش راح يصير؟ السيارة تبدأ تصعد وتنزل حتى تحافظ على راحة الراكب مخلي لك فد دامبينج
الدامبينج هذا شنو يسوي لك؟ إخماد للشوك، الصدمة اللي يتعرض لها اللي جالس بالسيارة، فمخلي لك الجزء الهيدروليكي ومخلي سبرينج. السبرينج هذا ما يخلي حركة الإطار تمشي بشكل يعني حركة الإطار يخليها تتحرك ويا صعود السيارة، بحيث السيارة من تصعد عن الأرض الإطارات تنزل بفعل شنو؟ السبرينج. بعد زوال الصعود مال السيارة ونزولها، السبرينج شنو راح يرجع إلى وضع الطبيعي. لذلك صار عندنا سوينا فد حالة أنه شدينا السبرينج، بس من زال التأثير الشد رجع السبرينج إلى وضع الطبيعي. لذلك السبرينج هنا عبارة عن إلاستيك ممبر، يعني عضو مرن، عضو مرن، أنه أنت بزوال القوة اللي هذا يرجع إلى وضع الطبيعي. كذلك المواد بشكل عام وخصوصا المطيلية، المطيلية يعني هسه لا تسوي لها في إجهاد شد بسيط أقل من اليلد، راح يعني يصير بها فد امتداد أو زيادة بالطول، وبنفس الوقت راح يصير بها طاقة تشوه وراح تخزن الطاقة. بعد ما توخر تزيل الإجهاد هذا تحاول ترجع إلى وضعها الطبيعي. لذلك بتأثير الحمل النابض راح شي يسوي؟ يخزن الطاقة ويطلق هذا عادة عليه بطاقة التشوه، أو يتنبأ بأن الخضوع يحدث عندما طاقة انفعال التشوه لكل وحدة حجم تصل قيمتها إلى طاقة إجهاد التشوه لكل وحدة حجم أو تتجاوزها عند الخضوع. يعني يتنبأ اللي هي طاقة هاي عندنا الدستورج انرجي، تتنبأ بأنه الخضوع يحدث عندما تكون طاقة الانفعال التشويه أو التشوه لوحدة الحجم هاي تصل قيمتها إلى طاقة انفعال التشوه لنفس وحدة الحجم أو عندما تتجاوزها عند الخضوع في حالة شنو؟ الشد. إذن دي قارن بمن؟ بطاقة انفعال التشوه لوحدة الحجم عند تسليط الإجهادات مع حالة طاقة انفعال التشوه عند الخضوع في حالة الشد. فالحالة بين جسم معرض لثلاث إجهادات وجسم آخر معرض إلى يونياكسيال لود. طبعا هنا النشأة مال نظرية التشوه شارح عليها بشكل عام، فيقول لك أنه المواد المطيلية اللي هي ductile materials تخضع لإجهادات بشكل هيدروستاتيكي. الهيدروستاتيكي أنه أنت من تسلط فد جهد معين باتجاهات معينة ثلاثة، راح تكون هاي تكون الإجهادات الرئيسية تكون متساوية. يعني كمثال لو عندك فد وعاء، وعاء اسطواني من الداخل مجوف وبي على شكل يعني قشرة ومصمت من كل الجهات، يعني ماكو أي خروج أي شيء من عنده، وده تسلط يعني عندي فوهة واحدة وده تسلط بداخله فد ضغط فد هواء أو فد سائل دخلت داخل هذا الوعاء وده تسوي عليه فد ضغط. هذا الضغط راح يتوزع بالاتجاه الثلاثة بشكل متساوي. لذلك هو هذا نفسه كمثال على شنو؟ على الدستورجن انرجي اللي تعطي لك equal principle stress. نعم. فهنا النتائج أظهرت بأنه مقاومة الخضوع بهاي الحالة بالنسبة للإجهادات الرئيسية المتساوية اللي بالمواد المطيلية اللي تخضع للضغط الهيدروستاتيكي أو الإجهاد الهيدروستاتيكي، تكون مقاومة الخضوع مالتها تزيد بشكل ملموس كبير عن القيم التي لمسناها في اختبار الشد. إذن اختبار الشد وحده هو مؤشر غير كافي
لمعرفة أنه إيش قد المقاومة مال خضوع المعدن، إيش قد يتحمل تتحمل المادة هاي خضوع. أثبتت التجارب أنه الديستورجن إنرجي أو الهيدروستاتيك ستريسز هي هاي تثبت أكثر، يعني تثبت أنه الماتيريال يتحمل أكثر مما في حالة التنسيل تيست. طبعا هذا يجرنا إلى بعض يعني جرافيكالي إذا نريد نمثله، هذا منطيك أنه الماتيريال هنا معرض إلى ثلاث إجهادات، يعني إحنا يونت فوليوم أخذنا فد واحدة حجمية صغيرة وعرضناها إلى ثلاث إجهادات اللي هي سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 بالـ 3 dimension. فإذا هنا 3 dimensional stress states designated by stresses سيجما 1 سيجما 2 and سيجما 3، بينما هنا صلتنا ضغط هيدروستاتيكي اللي هو السيجما افريج راح ينطيك، شوف هنا سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 كل واحد له قيمه، بينما الضغط الهيدروستاتيكي اخذ السيجما افريج، يعني معناته انطاك قيم متساويه بالمحاور اللي هي الاكس والواي والزد. نعم، فهنا السيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 ايش راح يساوي؟ راح يساوي السيجما افريج هذا زائدا سيجما 2 ماينس سيجما افريج، سيجما 1 ماينس سيجما افريج، سيجما 3 ماينس سيجما افريج اللي هي الديستورجنال كومبوننت. اذا هنا الجزء اللي يتعرض الى تشوه هو هاي الحاله مالته. نعم، هنا يقول لك thus the element in figure 5b 58b undergoes pure volume change. يعني هنا راح يصير شنو؟ تغير حجمي صافي. That is no angular distortion. يعني ما عندك هنا تشوه زاوي. If we regard sigma average as a component of sigma 1, sigma 2, sigma 3, then the component can be subtracted from them resulting in the stress state shown in figure 58C. فإذا هذا إيش راح يصير بي؟ راح يصير بي pure angular distortion، لكن هناك pure volume change، هنا pure angular distortion، إذا تشوه زاوي صافي، that is no volume change، مع بقاء الحجم بدون تغيير. طبعا هنا راح يصير عندنا اشتقاقات بالنسبة لل يعني معتمدة على السترين انرجي والقانون العام مالتها، وبعدين عوضناها بدلالة الاجهادات الثلاثة اللي هي سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 والانفعالات الثلاثة اللي هي انفعال الأول والثاني والثالث، كل محور بانفعال، ومن خلالها نطلع الانفعال باتجاه X والانفعال باتجاه Y والانفعال باتجاه Z من خلال السيجما X سيجما Y سيجما Z، ويصير طرح إلى أن حقيقة هذا كله هو اشتقاقات، يعني إحنا في غنى عنها، نطلع معادلات ونشتق، وإحنا اللي يهمنا يعني هاي المعادلة، هاي المعادلة الأخيرة من الاشتقاق، أنه تحت الجذر سيجما 1 ماينس سيجما 2 تربيع plus sigma 2 minus sigma 3 تربيع plus sigma 3 minus sigma 1 تربيع على 2 أكبر ويساوي الـ yield strength. إذن هاي الحالة هي الحالة الplasticity مو الelasticity ولا حالة الديزاين، معناتها أنه حتى يصير تشوه دائمي بالمعدن فمعناتها هذا اللي هو تحت الجذر كله أكبر أو يساوي اليلد. إذن إذا أكبر ويساوي اليلد معنى هذا أنه يصير عندي شنو؟ تشوه دائمي بالمعدن، فلذلك هاي لازم أنا أعكسها بالتصميم. فالقيمة هي هاي اللي هي هاي فون ميسز، نظرية فون ميسز هاي اللي شرناها قبل قليل، هاي
انه انت البون ميسز تريد تسوي تشوه لازم هاي الاجهادات المطبقه تكون قيمتها اكبر وتساوي اليلد. بس احنا في مجال التصميم لازم شنو نطلع اللي هو السيجما برايم او سيجما داش، هذا اللي هو تحت الجذر يعني رمزنا الى سيجما داش، و فور سيف كونديشن حتى انت تكون بالحالة الأمان من ناحية التصميم لازم تعكس، فمعناته الأسواي اليلد لازم يكون أكبر من الأبلايد ستريسز. شوف عكس ذاك، نعم يعني هنا عندنا السيجما برايم أكبر ويساوي شنو الأسواي، هذا شي يسوي؟ هل هذا من ناحية تصميمية أو من ناحية البلاستيسيتي؟ هذا من ناحية البلاستيسيتي، حتى تخضع المعدن يخضع إلى عملية التشكيل تريد تصنعه تشكله لازم أنت تطبق إجهادات أكبر من اليلد، فمعناته راح يصير فيه تشوه دائم، تقدر الشكل تطرق الدرفل يعني تسوي عمليات درفلة طرق سحب بثق تسويها تطبق الإجهادات بحيث تكون أكبر من قيمة شنو اليلد. بينما إحنا بالتصميم لا نعكس الحالة، إذا لازم تكون قيمة اليلد أكبر من الإجهادات المطبقة. لذلك الفون ميسز عكسناها هنا في عملية التصميم وحولناها بدلالة اليلد، وحتى تسويها أنه تكون أكبر فلازم نخلي بدلالة شنو سيفتي فاكتور. نيجي لهنا قلنا هذا سيجما برايم بدلالة الإجهادات الثلاثة، هذا كان عندك شنو البرنسبل ستريسز كلها مطبقة. بينما أنت في حالة البلين ستريس قلنا دائما إحنا نشتغل على البلين ستريس إلا في حالات خاصة، فإذا البلين ستريس تريد تطبقه معناتها محور من المحاور أو إجهاد من الإجهادات شو تنطي قيمة؟ تنطي قيمة شنو؟ زيرو. وهنا بدل السيجما 1 والسيجما 2 أخذ سيجما A وسيجما B حتى يميز بين الـ 3 dimension والـ 2 dimension أو الـ plane stress هذا مع الحالة العامة، غير مجرد سيجما 1 سيجما 2 طاح سيجما A وسيجما B. فلذلك هنا اختصر أخذنا السيجما A سيجما 2 هنا فرض 0 واشتغل إلى أن طلع عندنا سيجما أي تربيع ماينس سيجما أي في سيجما بي بلس سيجما بي تربيع، هي فور شنو بلين ستريس. فإذا equation 513 is a rotated ellipse، يعني هذا بما أنه عندك جذر إذا تيجي تروح تمثله بيانيا بالرسم راح نشوفه عبارة عن شنو عن إليبس مائل أو مستدار بمحور معين حول مثلا الأكس أكسس بزاوية with سيجما برايم يساوي S Y. The dotted lines in the figure represent the maximum shear stress theory which can be seen to be more restrictive and hence more conservative. نجي نشوف هسه الشكل هذا، هذا الشكل منطيك النظريتين يعني منطيك الماكسيمم شير ستريس ثيوري منطيك الديستورشن انرجي. فذاك كان خطوطه الماكسيمم شير ستريس خطوطه مستقيمه، بينما هذا بين كل نقطتين رسمنا فت قوس بين هاي النقطه وهاي النقطه هاي النقطه قوس، وكذلك من هاي النقطة إلى هاي النقطة قوس، من هاي النقطة إلى هاي النقطة إلى هاي النقطة قوس، فصار عندي إليبس مستدار أو مائل يعني مو بنفس المحور هيجي ماخذ زاوية. فهنا نشوف الحالة اللي يكون بيها بين هذا الخط وهذا الخط، يعني لا معتمدين الماكسيموم شير ستريس ثيوري ومطبقين الإجهاد بين الخط المستقيم والخط المحور هذا، راح يكون عندنا نظرية الديستورجين انرجي أدق من نظرية الماكسيموم شير ستريس ثيوري، لأنه أنت بهالحالة
هنا يتحمل الماتيريال لحد هالخط، يعني الانفلوب هذا مال النظريه ديستورجن انرجي يكون عندنا هو هذا اللي الحدود القصوى لتحمل المعدن بحيث ما يصير بي شنو فشل. زين، ويا اي نقطه زيد شويه عليها راح يزيد عن قيمه اليلد، راح يصير بي فشل، او الحد اليلد يصير بي فشل. اذا لازم شويه اقل احنا من شنو هذا الانفلوب حتى تكون النظريه مالتك مطبقه وتصميمك يكون بالسيف سايد. لازم انه احنا تكون قيمه السيفتي فاكتور عند تطبيق ستريسز معينه يكون اقل من هذا الحد. فهنا مثلا اذا اخذنا لود لاين هنا لازم ما توصل الى النقطه اللي تتقاطع ويا من ويا اليلد. اذا تقاطعت ويا اليلد معناته انت بدا عندك تشوه هنا، لازم شنو داخله. بس اذا تجي تقارن هاي النظريه مال الديستورجن انرجي ويا الماكسيمم شير ستريس ثيوري اكو فد فارق. يعني هاي النقطه اذا اشوفها هنا مال الخط المستقيم تقاطعها ويا اللود لاين، هاي شكل اقصى قوه او اقصى اجهاد تقدر تسلطه حتى ما يصير فشل، ولازم ناخذ اقل من عنده. بينما بهالنظريه الثانيه تقدر تتجاوزه توصل لحد هالنقطه هاي حتى ما يصير فشل، يعني شويه اقل منها. اذا الديستورجن انرجي تمتد قيمها الى اعلى من شنو الماكسيموم شير ستريس ثيوري، لان ذيك معناتها بهالحاله حتى انت تطبق الماكسيموم شير ستريس ثيوري بحيث تتناغم ويا دقه الديستورجن انرجي، شو تسوي؟ تنطي سيفتي فاكتور عالي حتى تضمن انه انت في هالمناطق اذا انطيت سيفتي فاكتور عالي معناته انت واصل بالسيف سايد، ما متجاوز الخط اللي احنا أنا. Using XYZ component for three-dimensional stress, the von Mises stress can be written كذا. إذا بالمحاور الثري دايمنشن ومطبق به هنا التورجن أو العفو الشير، يعني الشير جاي من التورجن والأبلايد ستريسز، يعني هنا شامل الحالتين نقدر احنا نطبقه ونطلع قيمة السيجما برايم. فإذا هنا شنو اللي عندك أنت؟ هل أنه عندك شير تطبق هاي، ما عندك شير ترجع للمعادلة اللي قبلها اللي نرجع لها هنا. هسه هنا ما عندك شير، بس اجهادات بدون شير، ابلايد ستريسز بدون شير، بينما هنا صار عندنا شير بال3 دايمنشن. بينما انت لا تريد تشتغل بال2 دي اللي هي بلين ستريس لازم ايضا تختصر، فيبقى بس الشير اكس واي، الشير واي زد والشير زد اكس تختصر تصير شير اكس واي. وهنا عندنا سيجما اكس وسيجما واي، سيجما زد قيمته صفر، اذا راح تطبق السيجما برايم بدلاله الستريسز النورمال ستريسز وشنو والشير. The distortion energy theory is also called شوف هنا سميناها von Mises or von Mises-Hinkey theory. The shear energy theory, though the octahedral shear stress theory. إذن هاي distortion energy كل هاي التسميات هي نفسها. إذن أما von Mises هي نفس distortion energy أو von Mises-Hinkey theory أو shear energy theory أو octahedral shear stress theory. بينما الماكسيموم شير ستريس ثيوري سميناها الماكسيموم شير ستريس ثيوري سميناها تسميتين جيست او شنو جيست ثيوري او
تريسكا، قلنا عندنا تريسكا وفون ميسز الرئيسيات. الفون ميسز اللي هو هذا يخضع تسميته الدستورين انرجي ماشي على النظريه مال فون ميسز، وممكن تسمى بهالاسماء كلها. وعندنا الماكسيمم شير ستريس ثيوري سميناها جيست او شنو، شوفوا احنا بوحها يا صفحه 15، ماكسيمم شير ستريس ثيوري فور دكتور ماتيريالز تريسكا اور جيست ثيوري. ذا موديل فور ماكسيمم شير ستريس ثيوري اغنورز ذا كونتريبيوشن of the normal stresses on the 45 degree surfaces of the tensile specimen. However, these stresses are P over 2A and not the hydrostatic states, the stresses, which are P over 3A. Herein lies the difference between the maximum shear stress theory and the dispersion energy theory. يعني انا اطلع الفرق، يعني يقول لك الحالات اللي ماخذ الهايدروستاتيك ستريسز والحالات اللي استندت عليها الماكسيمم شير ستريس ثيوري، ولذلك طلع عندك الفرق بين الحالتين. وشوف من خلال الرسم اللي شفناه قبل شويه اللي ذكرناه، نرجع عليه في صفحه 38، اكو فروقات بين الهيدن لاين اللي هو حدود الماكسيمم شير ستريس ثيوري، وعندك الخط الإليبس اللي هو يمثل الانفلوب أو الحدود القصوى لتطبيق distortion energy theory بالسيف سايد. فإذا هذا قلنا احنا يعني الإليبس يمثل بداية الشروع في شنو؟ في حدوث التشوه أو يعني حدوث تشوه دائم. أما قبله يعني إذا نأخذ فد إليبس أصغر من هذا الإليبس بمسافة قليلة راح تكون أنت بالسيف سايد. إذا طبقت الإجهادات نيات الموجب هنا بالسيف سايد، إذا هنا لحد هالنقطة هاي لا، يعني بديت أنت هنا شنو يصير عندك خضوع بالمعدن. لذلك قيمة الإجهادات اللي تطبقها لازم تخضع ضمن هذا الانفلوب أو المحيط اللي موجود عندك هنا بكل نظرية. وشفنا الفرق بين النظريه انه بين هالنقطه وبين هالنقطه تمثل بالماكسيموم شير ستريس ثيوري بخط مستقيم، بينما هنا تمثل شنو؟ بإليبس. اذا المدى اللي ممكن تطبق به الحاله، يعني اذا انت طبقت بين الخط المستقيم وبين هذا هنا، لو تيجي تحسب الشغل مالتك على الماكسيموم شير ستريس ثيوري يطلع فيل، يعني يطلع دمج، يعني خارج الحدود، معناته يفشل، بينما هو حقيقه ما يفشل. ليش؟ لان هاي من الديستورجن انرجي حاسبيها بشكل ادق وتطبيقها اوسع، لذلك هنا هو لو مطبق الديستورجن انرجي كان يفشل، ما يفشل. الماكسيموم شير ستريس ثيوري يفشل، بس هو بالحقيقه ما يفشل. لذلك اكو تحفظات في استخدام الماكسيموم شير ستريس ثيوري واللي هي تعتبر كونزرفاتيف، ولذلك اذا تريد تطبقها في المجالات اللي تكون بين هذا الخط وهذا الخط، يعني متساويه قيم السيجما اي وسيجما بي، معناتها يمشي بزاويه شنو؟ 45 درجه. فمعناتها يعني القصد اذا تريد تستخدم بين هاي وهاي، بين هذا ال 45 درجه وبين الصفر في حالات وسط، لازم تتوخى الحذر انه انت بتخلي سي اف سايد، يعني الان تكبره حتى شنو؟ انه انت تكون بالسي اف سايد. فهنا الدستورجن انرجي اوسع، تطبيقه اوسع، و يعني الدقه مالته احسن. نعم. The equations given allow the most complicated stress situation to be represented by a single quantity, the von Mises stress, which then can be compared against the yield strength of the material through equation 5.11 اللي هو هذا الناس احنا applied stresses مقارنة ويا من ويا yield. This equation can be expressed as a design equation. اذا ال design equation قلنا يدخل بيها ال applied stresses ويدخل بيها ال yield stress ويدخل بيها ال factor of
سيفتي. اذا هاي ديزاين احنا استخلصنا قلنا من فون ميسز بنظريه الدستورجي انرجي، نظريه يعني معادله التصميم اللي هي يدخل بيها السيفتي فاكتور. زين، فلذلك انت حتى تكون تصميمك مضبوط ضمن الدستورجي انرجي ثيوري لازم الان اذا تخليه هنا تكون قيمته شنو؟ اكبر من الواحد. معناته حتى يكون هذا اكبر من الواحد معناته الابلايد ستريسز اللي ممثله بالسيجما برايم تكون اقل من شنو؟ من اليلد. The distortion energy theory predicts no failure under hydrostatic stress and agrees well with all data for ductile behavior. إذن هنا هي تكون متوافقة مع سلوك المواد المطيلية، وفي حالة أنه افتراضها أنه يعني حدوث الإجهاد الهيدروستاتيكي فمعناته راح تتنبأ بعدم وجود حالة فشل في حالة تطبيق الإجهادات الهيدروستاتيكية. Hence, it is the most widely used theory for ductile materials and is recommended for design problems unless otherwise specified. إذن هي تكون الأكثر نظرية مصابها مطبقة في حالة المواد المطيلية. زين، للمسائل التصميمية باستثناء حالات معينة. One final note concerns the shear yield strength. فهنا يعني يقول لك ملاحظة نهائية لازم تأخذ من اعتبار في حالة الشير يلد سترينث. احنا هناك رحنا ايش طبقنا؟ طبقنا اليلد سترينث ذات الذكر. هنا اليلد، اذا شير يلد يعني هنا اليلد فقط ما عندك شير. اذا تريد تطبقها في حاله الشير فاذا هنا ترجع تدخل الشير وتلقى علاقه بين الشير واليلد. فهنا شوف العلاقه بين الشير واليلد. زين، شير واليلد مو 0.5، هنا شختارة 0.577. انتبه هنا 0.577. احنا ليش الحالة بالماكسيموم شير الستريس ثيوري ايش طبقنا وهنا ايش طبقنا. نعم، فهنا consider a case of a pure shear. اذا كان عندك فقط pure shear ما عندك stresses فقط shear، where for plane stress يعني نطبق plane stress و pure shear يعني ش عندك كم حالة pure shear يعني ما عندك إجهادات أخرى فقط الشير. معناته إذا عندك فقط الشير وعندك plane stress، plane stress معناته محورين يعني x و y، و plane pure shear، pure shear معناته قيم السيجما x والسيجما y صفر. فقط اللي يأثر شنو عندنا؟ الشير. فإذا equation 511 with equation 515 فشوف هنا السيجما برايم قلنا أكبر ويساوي SY 15 وال 515 نعيد كتابة يعني سيجما برايم يساوي تحت الجذر موجود عندك هاي الأكسار السيجما X وسيجما Y. إذا بيور لأن شنو قيمتين؟ صفر. إذا سيجما برايم ايش راح يساوي؟ تحت الجذر 3 شير اكس واي تربيع. فإذا إذا جتك المسألة ما بيها إجهادات قايل لك بيور شير معناته الإجهادات شنو؟ قيمتين صفر. وقايل لك بلين ستريس معناته الإجهادين اكس واي صفر، مو الزيت ما لك علاقة بيه هو أوريدي صفر. فتختصر المعادلة هاي طبقها هاي المكان. هاي تساويها بمن حتى يحدث الـ يعني الفشل، معناته هذا الابلايد شير
راح يساوي باليلد. شو وقت يحدث الفشل؟ عندما القيمة الابلايد ستريسز تساوي شنو؟ اليلد. لذلك بما انه الستريسز قيمها صفر، عندنا الشير الى قيمة، فاذا ما تحت الجذر هذا اللي هو سيجما برايم نفسه نساوي بالاس واي اللي هو اليلد سترينث، فراح يطلع عندك حالة الفشل اللي تصير هنا اليلد، يعني اليلد يطبق او يصير حالة اليلد اذا كانت قيمته تساوي السيجما برايم. بس احنا قلنا شنو؟ لازم يكون اقل هاي، بس هاي حتى شنو نسويها؟ نطلع علاقة بين اليلد ويا من والشير زين، لان انت الشير ما عندك، فانت بهالحالة تقدر تطلع هاي العلاقة. فالشير اكس واي ترفع الجذر يساوي اس واي على جذر 3. إذن التربيع راحت ويا الجذر وثلاثة بقت تحت الجذر، والشير اكس واي راح يطلع عندنا 0.577 اس واي. واضح؟ هنا مجرد بيعطيك مثل ما شرحناه قبل شوية distortion energy theory yield envelope، يعني هنا الخضوع المحيط اللي يصير به خضوع في حالة تطبيق distortion energy زين for plane stress. plane stress قلنا معناتها بس إجهادين عندك، فهنا سيجما 1 سيجما 2 أو سيجما I سيجما B نفس الشيء التسمية. This is a plot of points obtained from equation 530 with sigma prime أكبر ويساوي S y. واضح؟ فهنا هو مثل لك يا نفس الرسم اللي طلعنا عليه، بس لينطيك الفروق. هذا المستقيم اللي هو قلنا maximum shear stress theory، والانفلوب اللي هو يمثل فون ميسز كرايتيريا او ديستورجن انرجي، والماكسيموم شير ستريس ثيوري قلنا شنو؟ تريسكا كرايتيريا او جيست، وهذا الفون ميسز او ديستورجن انرجي. فهنا هاي الحاله البيور شير، الشير يساوي 1 على جذر 3 سيجما واي، واللي هي 0.155 point العفو 577 من ال SY. فهنا البيور شير هذا عندنا، وهاي الحالة اللي طلعناها. فشوف الفرق في حالة الماكسيموم شير ستريس ثيوري، البيور شير اللي مدام هذي بزاوية 45 درجة طلع عندك الشير يساوي نصف ال SY، مو قلنا 0.5 I went بال MSS، بينما في حالة الديستورجن انرجي 1 على جذر 3 من الـ SY. هاي طبعا سيجما واي هنا ماخذها من غير مصدر اللي هي الـ SY نفسها، السيجما واي الـ SY مو فرق نفسها. لذلك هنا الفرق بيناتهم انه هذا اخذ نصف او 0.5 SY، وهنا اخذ 0.577 SY. هذا هو الفرق. Thus the shear yield strength predicted by the distortion energy theory is SY يساوي 0.577 SY، اللي هي معادلة 25، which as stated earlier is about 15% greater than 0.5 SY. إذن بالبيور شير راح يبين الفرق بين النظريتين. إذا كان عندك فقط بيور شير معناته تطبيق يعني المعدن أو المادة تتحمل بالبيور شير أكثر من في حالة تطبيق الديستورجن انرجي، يكون أكثر قيمة لتطبيقها أو لتحملها من حالة شنو؟ الماكسيموم شير ستريس ثيوري. نرجع إلى إكويجن 313 من الفصل الثالث، قلنا سيجما 1 وسيجما 2 اللي هي الماكسيموم برنسبل ستريس والمينيموم برنسبل ستريس، وقلنا عندنا إشارة زائد وناقص، اللي الأول يأخذ الزائد والثاني يأخذ إشارة السالب، وهذا هو يبقى ثابت بدلالة شنو؟ الـ يعني الـ principal stresses بدلالة الـ normal stresses، و
الشير ستريس. نعم، فنرجع على هالمعادلة هاي، سيجما اي يساوي ماينس سيجما بي ويساوي شير اكس واي. The load line for this case is in the third quadrant at an angle of 45 from the sigma A, sigma B axis shown in figure 5.9. فإذا هنا يكون هنا معتبر المحور الثالث طبعا، يعني هذا معتبر الأول الثاني الثالث. طبعا هاي التسميات مال الأرباع حسب السيستم، يعني فأنا معتبر هنا البيور شير، هاي الحالة البيور شير معتبرة بالربع الثالث، ومنطيك القيمة مالته. إذا كان بيور شير، شوف مرات ينطيك حل المسألة بس ينطيك قيمة الشير، أنت تحتار وين سيجما 1 وين سيجما 2. فهنا الشير يساوي سيجما اي ويساوي ماينص سيجما بي، إذن هنا قيمة الشير تساوي سيجما اي، لأن هذا شوف سيجما اي بالموجب وسيجما بي بالسالب، إذن سيجما اي يساوي ماينص سيجما بي ويساوي الشير. فمو تقول لي يعني ما منطينا السؤال بينا خلاص، دير بالك هاي حالة تجي، فلازم انت تنتبه على هالكونديشن هذا. طبعا ذيك النظريتين السابقتين شنو الشروط اذا اسال هسه اللي نطبق بيها النظرية الديستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري، شنو الشروط حتى نطبقهن؟ احد يجاوبني؟ احد يجاوبني؟ عندنا شرطين بسيطات قلناهن 20 مرة، ورقة تقدرين تجاوبين؟ لا دكتور ما اعرف. عندنا شرطين، زين اسال سجاد، تقدر تجاوب سجاد؟ سجاد موجود؟ ترى والله يعني المحاضرة ما تتابع 24 ساعة، نتم يقطع رشاد. عندي نظريتين، أعيد السؤال، نظريتين عندي، نظرية الديستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري. فأنا أعطيتكم فلو شارت وقلت لكم اكو شرط شلون ليش تروح على هاي النظرية ما تروح على غير النظرية. شرطين بسيطات حتى تطبق النظرية الديستورجن انرجي والشير ستريس الماكسيموم شير ستريس ثيوري. شنو هي الشرطين؟ حتى اذا نطبقهن ما تطبق النظريه اللي هسه نتطرق لها اللي هي الكولوم مور ثيوري. ليش راح نطبق ذني ما نطبق يعني شو وقت نطبق ذني وشو وقت نطبق الكولوم مور؟ طابعيها للمحاضره لو ما طابعيها سجاد؟ سجاد تسمعني؟ لا لا دكتور. ها طابعي هالمحاضرة؟ في دكتور أنا بالنسبة لي طابعها. تقدر تطلع الفلو شارت؟ مهدي عزام موجود؟ اي نعم دكتور. السؤال سمعته؟ اي نعم، بس يعني بعدني ما قارب بحيث حافظ بس مطلع على المادة. نعم سجاد طلعت الفلو شارت؟ دكتور انا متابع وياك بس لحد الصفحة يعني. لا هذا اللي بالورق اللي يمك طلعت الفلو شارت اللي بيه النظريات وشون الاساس مال تختار يا نظرية تطبق على الدكتل ويا نظرية تطبق على البرتل. وقلنا احنا ثلاث نظريات نطبق هسه على الدكتل ذكرناها. هسه الرباب دكتور قلت لك انا تم يعني نعم ورا ما تخلص محاضرة اقعد اراجع وراك يعني واقرا على الفيديو اللي تنشره. هي بالمحاضرة مال ذاك الدرس هاي. يلا ماكو اشكال دكتور موته من نزلت لنا البارحة يلا استنسختها مهم تدرك يعني نزلها مو الفيديو بنزل لك يعني الكتابة. اقصد الجدول اللي نختار من عنده ونتفرع للنهاية لحد ما نعرف النظرية بالضبط.
احنا هسه الجدول، نعم الجدول، انا اريد احكي لكم، اريد اشوف يعني يعني من خلال هالجدول، انا قلت لكم هذا مهم جدا الجدول، واحنا تطرقنا له المحاضره السابقه، الجدول او الفلو شارت يعني اللي بي شلون لغه يعني برمجه، منطيك فلو شارت مال تسلسل، يا نظريه تختار وش ليش تختار هاي النظريه. رباب موجوده؟ رباب عنا؟ رباب رباب موجودة؟ قولي نعم. إذا رباب ما موجودة، أنا طبعا كلش يزعجني أنه طالب يسجل ويطلع يعوف المحاضرة، ينتظر شو وقت تجي، لو يقراها لو ما يقراها، يعني هاي مو اسلوب حقيقي، يعني لازم انه من نلتزم احنا بوجود ودا نشرح، لازم انه يكون الشخص موجود. صادق دكتور اذا على الجدول انا اتذكر بس ما اتذكر بالضبط. نعم دكتور. نعم ماشي. نعم دكتور. ننطي فرصة لصادق. صادق تقدر تنطيني في السبب ليش نستخدم الدستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري من خلال الفلو شارت اللي انطيناه، فد شرط معين يخليك ملزم انه تطبق هاي النظريه مو غيرها. استاذ هو حسب الشارت مكتوب انه هل الماتيريال كونسرفاتيف لو لا؟ صح، بس قبلها انت قبل ما تروح على الكونسرفاتيف شنو اللي عندك الشرط اللي يخليك تروح على هاي النظريتين نفسهن، مو وحده عن الاخرى، ثاني عوف ياهم من عندهن تختار، هن اثنيناتهن تختارهن المن يا ماتيريال تختارهن اول مره دين النظريتين، ديستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري. اليا ماتيريال الاس واي تي الاس واي بالضبط، هاي اول شرط صحيح، الاس واي سي يساوي الاس واي تي. ارجع الرباب موجوده؟ رباب نرجع لأحمد ياسين، موجود أحمد مجيد؟ نعم أستاذ، نعم موجود. موجود زميلك من الصادق اللي جاوب؟ نعم أستاذ. جاوب قال SYT يساوي SYC، إذا كان بهالحالة نقدر نطبق النظريتين اللي هي الدستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري. فمعناتها شنو الاس واي سي وشنو الاس واي تي؟ والله دكتور بعد ما قاري المحاضرة. بعدك ما قاري. أنا أعتذر. لا ولا يهمك، فالرجاء أنه احنا نريد تقرون. لأنه احنا نظل على هالوضع هذا راح تتراكم عليكم وبالأخير ما راح تقدر توصل نتيجة ترى للعلم. ارجع على محمد نبيل. محمد نبيل موجود؟ محمد نبيل الدكتور محمد نبيل مايك عنده ما يشتغل. حسن حيدر. نعم دكتور. حسن حيدر تقدر تقول لي شنو الفرق بين الاس واي سي والاس واي تي؟ يستاهل واحد تنسايل وواحد كومبرشن، يعني واحد سحب وواحد دفع. كان مو سحب، احنا عفوا السحب دراوينج، احنا شوف الدراوينج سحب، واحد ضغط واحد ضغط واحد شنو؟ شد. شد بالضبط صحيح صح. اذا حيدر اوكي. آية قحطان. آية قحطان. هاي موجودة يا قحطان؟ هاي قحطان؟ هاي قحطان has left the meeting. اوكي.
مصطفى جبار. نعم استاذ. اخر نقطه تطرقنا لها شنو تقدر تقول اياها؟ بس حكيت سألت حسن عن التنسار والكومبوسيت. بالضبط يعني ويانا. اوكي نرجع على رباب. رباب عناء. اشوفها رجعت. اوكي إذن هنا هسه نرجع للسؤال مالتنا، انه شنو الشرط اللي يخليك تطبق هاي النظريه؟ استاذ جاوباني لو جاوب مهني جاوب. هو استاذ حسب ما شرحت اول شيء احنا لازم نعرف انه هو اكبر من 5% او اصغر من 5%، عم نختار بطل هي لو دكتبل الماده. صح بالضبط. هو شنو اللي اكبر من 5% واصغر من 5%؟ اللي هو يعني شقد يقدر يستقيل قبل ما يصير له الفشل. بالضبط يعني الانفعال. صح الانفعال لحد الكسر. يعني الانفعال يعني شلون انت في حالة انفعال، واحد مثل ما يقول متوتر اليوم، مو دائما نقول هذا متوتر. متوتر يعني منفعل. فالانفعال بالمعدن هو شنو؟ انه ما مو بوضع طبيعي، منفوخ. شلون انت من متوتر اكو ضغط جوا بداخلك تريد تفرغ حتى تصير يعني ريلاكس، صح لو لا؟ فهنا نفس الشيء اللي عندنا، انه الماتيريال اذا كانت قيمه الانفعال مالته اكبر ويساوي 5% او اذا كانت اصغر من 5%. فلذلك النظريتين ذن اللي قلناهن اللي هي الديستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري تطبق في حاله انه قيمه الانفعال عند الكسر شقد. حسن حيدر، ما سمعت السؤال؟ بس ما فهمت شنو السؤال. اعيد السؤال. نريد نطبق ذني النظريتين اللي هي الماكسيموم شير ستريس ثيوري والديستورجن انرجي ثيوري. نريد نشوف ايش قد شنو القيمه اللي تحكم بالنسبه للاس واي، يا قيمه تحكم بحيث اذا كانت قيمه الاس واي اللي هو اليلد ستريس بهالحدود راح نقدر نطبق عليها نظريه الديستورجن انرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري. ايش قد هاي واحد اذا مساويات هن ذن النظريتين قالها زميلك، بس انا حتى طبق ذن النظريتين ايش قد لازم قيمه الاي ات فراكشر. لازم اكبر لازم اكثر من 5 يعني 5. بالضبط صحيح حسن ممتاز. اذا هسه ارجع الى ايه، اصيغ السؤال باسلوب اخر. ايه تسمعيني؟ ايه الو. نعم استاذ. ايه راح اسال سؤال. إذا عندي ماتيريال استاذ الانترنت دا يقطع هسه ما جاء طبيت. طيب هسه دا تسمعيني؟ ودا المحاضرة هسه استاذ الميتنج اصلا ما يفتح عندي ولا ادخل اقدر. اي دا اسمعك. اسمعيني هسه عندك ماتيريال طوله شفت طوله 100 ملم. نعم. سوينا له عملية شد، فحص الشد، انكسر بطول 103. انكسر بشكل طول 103 مليمتر. هو كان 100 مليمتر بس احنا سوينا له شد، بدأ يزيد الشد مالته، يزيد الطول مالته إلى أن وصل لل 103 وانكسر. فهذا يعتبر الماتيريال، شو يعتبر؟ دكتل لو بريتل؟
هذا بريتل؟ بالضبط بريتل صحيح. ليش بريتل؟ لأنه الانفعال أقل من شقد 5% مو صحيح؟ فهو ذا 100 إحنا ماخذين طلع 3 الانفعال 3% مو 5% ما واصل 5% فمن طلع 3% بالضبط معناته أقل من 5% معناته شنو؟ أي نعم الماتيريال صار بي فيلير وهو الماتيريال صار اعتبر بريتل زين. نعم شكرا. أسأل مصطفى جبار. أسأل. مصطفى جبار نعم استاذ ويانا بالمحادثة دا تسمع استاذ يا نعم زين. هذا المية وثلاثة الماتيريال اللي 103 طلع الطول مالته بعد عند الكسر هو كان 100 سوينا له فحص يد طلع الطول مالته عند الكسر يعني معناته الانفعال 3% طلع طوله 103 اقدر اطبق عليه نظريه الدستورجن انرجي ثيوري لو لا وليش؟ استاذ تقدر تقدر تطبق عليه نظرية الديستورجين إنرجي ليه زين تقدر تطبقها؟ استاذ صراحة ما على يا شرط غير تروح على الشرط انت لازم هسه عندك الشرط الشروط احنا هسه دا نحكي بيها الشروط حتى تطبق الديستورجين إنرجي قلنا شرطين هن أساسيات شرط كذا وشرط كذا والشرط الثالث بعدين يحكم بس انت بالشرطة الرئيسية تحكمت بالدستورجن انرجي. احد يقدر يجاوب؟ انت مو قلت 3% اي نعم لانه لازم اكبر او يساوي 5% بالضبط. اذا زميلك كان جوابه مو صحيح الجواب الصحيح انه ما تقدر تطبق النظرية. ليش؟ لأن النظرية تستند إلى أنه الماتيريال يكون دكتل فإحنا اختبرنا الماتيريال طلع الماتيريال الانفعال مالته عند الكسر 3% بينما نظرية الديستورجن انرجي أو الماكسيموم شير ستريس تيوري تطبق في حالة أنه الاختبار اللي سويته ينطيك الإي إف اللي هو الانفعال آت فراكتشر أكبر ويساوي 5% بس إحنا طلع عندنا 3% إذن الشرط هذا حكمنا أنه ما نقدر إحنا نطبق شنو هاي المعادلة العفو النظرية لها الماتيريال. إذن هذا الماتيريال اعتبرناه مو دكتل شنو صار معناته الماتيريال هذا بريتل بريتل بالضبط. إذا بريتل معناته إذا بريتل أقدر أطبق ذني النظريتين لا ذني النظريتين وين يروحن على الدكتل فاختبرت الماتيريال طلع لي بريتل إذا ما أقدر أطبق لا ديستورجن إنرجي ولا النظرية الأخرى اللي هي الماكسيموم شير ستريس ثيوري. شوف زين إذا طلع 6% الإلونجيشن أو الانفعال آت فراكتشر طلع 6% إذن دكتل إذن دكتل شو أقدر أطبق عليه يا نظرية أقدر أطبق عليه الدكتل كم نظرية نقدر نطبق على الدكتل قلنا كم نظرية بالضبط اللي هي الديستورجن إنرجي ماكسيموم شير ستريس ماكسيموم شير ستريس ثيوري والكولوم مور مو صحيح؟ نعم أي فالكولوم مور ها بقت السياهو من عندهن أقدر أطبقه شون حسب إذا لازم أسأل نفسي سؤال ثاني حتى أقدر أعرف ياها أطبقه بالذني أسأل نفسي سؤال ثاني. أول شيء هل أنه ال yield strength بالتنشن يساوي ال yield strength بالكمبرشن؟ إذا الجواب نعم معناته وين أروح للدستورجين انا سؤال ثاني لا هو اول ما يخالف هسه اللي احنا عوفنا بس هالسؤال انا عندي هذا السؤال عندي فقط عوف السؤال الثاني هسه معناته اذا طلع عندي اوكي اليلد سترينث للتنشن يساوي كومبريشن
معناتها أقدر أطبق كل من الستورجين إنرجي وشنو الماكسيموم شير ستريس في وريد. إلى ما مساويات قيمة اليلد بالكمبرشن ويا التنشن ما مساويات، وين لازم أروح؟ للكولوم مور. عرفت شون؟ إذا هنا الكولوم مور هم تطبق عدك في الماتيريال، بس في حالة أنه اليلد سترينث بالكمبرشن ما يساوي اليلد سترينث بمن بالتنشن. واضح؟ وهاي طبعا يخضع لها في الماتيريال، ممكن اعتقد المغنيسيوم يكون بي غير متساوي، وكذلك الكاست ايرون حديد الزهر مو كله طبعا. الكاست ايرون بي دكتل وبي بريتل، دير بالك زين. ف بهالحاله الكولوم مور اقدر اطبقها في حاله انه اليلد سترينث ما مساوي. اما اذا اليلد سترينث مساوي وال الاي ات فراكتشر اللي هو قلنا شنو الاي سترين ات فراكتشر اكبر من ويساوي 5% واليلد سترينث مساوي بالجهتين بالكومبريشن والتنشن، اذا يا نظري اقدر اطبق بهالحاله إذا مساويات ستال؟ إذا مساويات وقيمة اليلد قيمة العفو السترين هات فراكشر أكبر من ويساوي 5%. شو أقدر أطبق؟ يا أما ماكسيموم شير ستريس يا أما ستريس جي جي صحيح زين. إذا طلب مني ذني متحققات الشرطين يعني هم من الـ EF أكبر من 5% وهم يعني اليلد مساوي، بس قال لي اريد الحل كونزرفاتيف، وين اروح اذا بس كونزرفاتيف؟ ام اس اس يعني ماكسيموم شير ستريس. بالضبط بالضبط. اذا هسه احنا صار عندنا تصور انه شلون نقدر نختار النظريه وفق الشروط اللي موضوعه بالسؤال زين. فاذا ما قال لك كونزرفاتيف اريد الحل، وقال لك انه انت عندك اليلد مساوي وعندك الاي اف اكبر من 5% وقال لك حل، فاذا اذا قال لك حل بهذا وبعدين قال لك كومبير ذا ريزلتس قارن النتائج، معناتها انت تحل بطريقتين، تحل بالديستورجن انرجي وتحل بالماكسيمم شير ستريس ثيوري، وبعدين ترجع تقارن بالنتائج هل انه قيمة السيفتي فاكتور مساوية لو أكو فروقات بين وحدة ووحدة، وتعلق ليش طلع عندك هالفرق هذا وليش ما مساويات وياهو الأكبر، تسوي تعليقك وفق النتائج اللي تطلع لك من الحل. أما نجي المعدن مالتك هو دكتل والسترين آت فراكتشر أكبر من 5% بس اليلد ما مساوي بالتنشن والكومبرشن، إذن من راح نقدر نطبق شنو النظريتين اللي هي الدستورجين إنرجي والماكسيموم شير ستريس ثيوري، نروح وين إلى الكولوم مور ثيوري فور دكتل ماتيريال. فهنا يقول لك not all materials have compressive strength equal to their corresponding tensile values. For example, the yield strength of magnesium alloys in compression may be as little as 50% of their yield strength in tension. يعني المغنيسيوم قيمة مقاومة الخضوع بالcompression تكون أقل 50% من مقاومة الخضوع بال في حالة استخدام الماتيريال من شنو؟ سبيكة من سبائك المغنيسيوم. The ultimate strength
يعني شوف ذا ألتيميت سترينث يعني المقاومة القصوى سواء شد أو كذا of grey cast irons يعني هذا حديد الزهر أو الآهين. بس هنا شنو الجري جري كاست ايرونز قلنا مو كله هو يكون الحديد الزهر هو بريتل اكو قسم قريب على يعني على الستيل فالجري كاست ايرون اللي هو حديد الزهر الرمادي ان كومبريشن في حاله الضغط فاريز يتغير فروم 3 تو 4 تايمز جريتر ذان ذا التيميت تنسايل اور تنسل سترينث معناتها حديد الزهر في حالة الضغط يكون قيمته قيمة المقاومة القصوى إلى 3 إلى 4 مرات أكبر من قيمة المقاومة القصوى في حالة الشد. In this section we are primarily interested in those theories that can be used to predict failure for materials whose strength in tension and compression are not equal. إذن إذا كان عندي إجهاد الشد أو مقاومة مقاومة الخضوع في الشد أصغر من مقاومة الخضوع في الضغط أو إذا كانت عندي مقاومة الشد أكبر من مقاومة الضغط مقاومة الخضوع في الضغط بالحالتين أنه تكون الييلد غير متساوي سواء أكبر أو أصغر نطبق الحالة أو نظرية كولوم مور وما راح نقدر نطبق الديستورجين إنرجي ولا راح نقدر نطبق الماكسيموم شير ستريس ثيوري. واضح؟ طبعاً هنا the idea of Moore is based on 3 simple tests يعني هنا راح نسوي 3 اختبارات اختبار التنشن واختبار الكومبريشن واختبار الشير to yielding لحين حصول على الخضوع if the material can yield or to rupture إذا كان ما يخضع لليلد هاي شو وقت يصير رابتشر كسر مو يلد إذا كان شنو نوع المعدن الماتيريال أو السبيكة يعني ما يخضع رأسا يصير برابتشر كسر يا نوع من الماتيريال أحد يجاوبني برتل بالضبط يعني إذن هاي الصفة مع الرابتشر رابتشر هي هاي الصفة مال البريتل ماتيريال البريتل ينكسر قبل اليلد يعني عندك زجاج جيت سويت عليه فحص شد بدون ما يعني يزداد الطول مالته ماكو زيادة رأسا يصل إلى حالة تبدأ زيد الإجهاد الشد ويبقى هو الطول مالته بس يتحمل إلى أن يوصل إلى حد اللي للربشر ينكسر بس هو ما صارت باستطالة أو استطالة غير ملحوظة لذلك أنه شوف قلنا من شفنا يعني المخطط مال الستريس ترين شفنا أنه النقطة مال التصرف البيهيفير مال الكير مال الستريس ترين بالبريتل اليلد والألتيميت سترينث منطبق واحد على الثاني إذن ما كان عندي يلد رأسا كسر فلذلك هنا يعني هاي تنطبق على هيك حال. It is easier to define shear yield strength as SSY. طبعا هنا شوف الـ SSY شلون مكتوبة أنت تروح للحلول مالتك بالأمثلة مو تجي تطبع لياها بالمثل عندك example أو problem من يعطيك S to SY يعني مو تكون بنفس الحالة تطبعها تنزل جوا وتطبعها تروح على المعادلات اللي موجودة بالوورد وصب تسوي مثل الصب يعني يعطيك يطلع لك معادلة وتروح أكو E to the power X موجودة
تدوس عليها وتطلع لك فد أربع خمس حالات من ضمنها يكون مربع فوق أس مربع، أكو مربع وصب مربع جوا، فتستخدم المربع والصب المربع الجوا، وتجي المربع الأول تكتب بي أس بالكابتل، والمربع الجوا الصغير تكتب أس واي، إيش تطلع هيجي يعني رمز، مو تجي تكتب أس وبصفة أس واي سمول وتجي تطلع لأن الزغر الزغر به لأن أصلاً إيش حالة، لا هاي غير مقبولة، من تجي تسوي التقرير أو العفو تسوي الهومورك مالك. نعم. The practical difficulties aside more hypothesis was to use the result of tensile compressive and torsional. يعني يقول لك الفرضيات اللي افترضها مور يعني difficult انه تجي كلهم ذني تسويه الاختبارات مالتك. زين and torsional shear test to construct the three circles of figure كذا اللي راح نشوفها 5-12. Defining a failure envelope tangent to the three circles depicted as a curve A, B, C, D, E in figure. طبعا سنروح للفيجر بس نشوف الشرح. خلاصة الحكي أنه أنت إذا نرجع حسا للفيجر هذا الفيجر عندك ثلاث حالات، عندك الحالة الكومبريشن وعندك حالة التنشن وعندك حالة الشير. فرسمت مور سيركل للثلاث حالات وجيت بواسطة الفرجال أو المنحني وصلت بيناتهم. فالإنفلوب اللي تخضع إلى النظرية راح يكون هذا دائرة من هنا نص جزء من دائرة وبعدين يصير كيرف وبعدين دائرة وبعدين يجي كيرف. فهذا هو الانفلوب اللي تطبق به يعني الحدود اللي يطبق بها الإجهادات بدون حصول على شنو على فشل. فإذا وصلت للحد هذا مع الانفلوب يصير عندي فشل، وإذا جوا هذا ما راح يصير عندي فشل. إذا تلاحظ هالسبت هنا عندك هنا تنشن وهنا كومبريشن وبيناتهم شنو عندي شير أو تورك، تورك ده يسوي شير. إذا أجي أمد خط مستقيم بين التنشن والكومبريشن هاي أحتاج أنه أسوي هاي راح تكون هي ضمن الانفلوب. فلذلك صار تعديل أو أنه اختصار بالنظرية، بدل أنه أنا أسوي ثلاث اختبارات أقدر أسوي اختبارين ومرر بينات الخط مستقيم، فمعناتها راح يكون عندي أصلاً الشير ملغي، ما أحتاج أنه أسويه لأن هو هذا راح يكون ضمن الحدود. فليش أنا أجي أسوي الاختبار هو أصلاً ضمن الحدود؟ فراح يختصر عندك الطريق أنه أنت تستخدم دائرة التنشن ودائرة الكومبريشن وبدال ما تسوي كيرف تسوي خط مستقيم بيناتهم. هذا الأساس مال النظرية. فشوف هنا أنا سواهن التنشن والكمبريشن اللي تي هنا اس تي وهنا الاس سي اللي هو الكمبريشن اللي يلد على الكمبريشن واللي يلد على التنشن، ومرر بيناتهم خط مستقيم وسوى مثلثات، يعني سوى مجموعة من المثلثات وسوى علاقات بين كل مثلث متناظر. يعني الثاني عندي الـ O B1 C1 مناظر إلى الـ O B2 C2 ومناظر إلى الـ O B3 C3، وقدر يطلع من عند هاي المعادلات. احنا ما ندخل في يعني طريقة الاشتقاق، بس هو توصل من خلاله الى انه هي هاي كل قيمة تعكس لك القيم الاجهادات وقيم الهيلد. فقدر من خلال المثلثات هاي والعلاقات بيناتها يتوصل إلى أنه سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2 ماينس اس تي اللي هي تنسل تنسايل يلد ات تنسل على 2، هذا الكل على اس تي على 2 ماينس سيجما 1 بلس سيجما 3 على 2 يساوي هذا. زين، وبعدين يكنسل بعض الأمور ويختصر إلى أن يوصل إلى المعادلة اللي هي 5-22 اللي هي سيجما 1 على ST ماينس سيجما 3 على SC يساوي 1. طبعا هذا أيضا هو بلين ستريس، البلين ستريس اللي هو قلنا نلغي
واحد من الإجهادات ونستخدم إجهاد فقط. إذن هنا السيجما 1 تحت اليلد at tension والسيجما 3 تحت اليلد at compression. تشوف هنا النظرية مور طبق بها، بما أنه قلنا اليلد غير متساوي، إذن التنشن اليلد at tension إلى قيمة واليلد at compression إلى قيمة، وعدنا هنا السيجما 1 والسيجما 3 هاي سواهن شنو بالواحد. لحد الآن هسه احنا ما موجود عندنا الان، احنا لازم بالتصميم تاخذ الان. فاذا هنا السيجما 1 اذا ساوى اليلد بالتنشين والسيجما 3 ساوى اليلد بالكمبريشن، معنات هاي الحاله اللي المعادله هاي تمثل لك الماء، الماء الماتيريال استوى بدأ بالخضوع. ليش؟ لأنه قيمهن واحد على الأخ سوى واحد، معناته الأن هنا إيش عندي؟ الأن عندي إيش قد؟ واحد. إذا الأن واحد معناته الإجهاد المطبق في الكمبريشن سوى اليلد بالكمبريشن، الإجهاد المطبق بالتنشن سوى اليلد بالتنشن، وهكذا. العفو، هنا بالتنشن وهنا بالكمبريشن. فإذا السيجما 1 ساوى الييلد بالتنشن والسيجما 3 ساوى الييلد بالكمبريشن، فلذلك خيبت الان واحد. إذا أنا أريد أقل من الواحد لازم أبدأ أغير بهاي المعادلة حتى أصل للديزاين إكويجن. نعم، فهنا أيضا عندي الكيسز كيس 1 وكيس 2 وكيس 3 نفس القيم السابقة، بس أنا هنا أشتغل أما باليلد أو بالألتيميت. إذا كان بريتل أشتغل على الألتيميت، وإذا كان دكتل أشتغل على اليلد. وهنا تقدر تطبق الألتيميت واليلد على الدكتل، هنا العفو على الدكتل تطبقه إذا كان بوجود اليلد قيمة، وإذا كان بوجود الألتيميت سترينث أيضا تقدر نفس المعادلة تطبقها. فهنا الشروط اللي نرجع لها للماكسيموم شير ستريس ثيوري، كان عندنا الشرط سيجما 1 ماينس سيجما 3 اكبر ويساوي اس واي. بالنسبه للكولومور اس 1 سيجما 1 على اس تي ماينس اس سيجما 3 على اس سي يساوي 1، هاي شنو ذن الاثنين يحدثن اليلد. وهاي الكيسز اللي موجوده عندنا 3 cases، نعيدها لأن تقريبا مشابهة لما تم التطرق إلى سابقا. نرجع حس احنا نشوف هنا المعادلة اللي هي S1 minus العفو على sigma 1 على ST minus sigma 3 على ST يساوي 1، حولناها إلى design equation بدال الواحد خلينا شنو 1 على N. إذن هاي المعادلة هسه احنا اللي راح نطبقها تحصيل حاصل شلون جتي من خلال الاشتقاقات ومن خلال انه بدال الواحد ضفنا واحد على ان. فاذا الان اذا كانت قيمته اكبر من الواحد معناتها قيم، طبعا شنو عندك انت هنا ثابت؟ الثابت اللي هو الاس تي والاس سي، هي هاي شنو خاصيه الماتيريال. يعني اذا جبت مثلا كاست ايرون الاس تي هلقد والاس سي هلقد، اذا نوع الكاست ايرون اروح للجدول اطلعهن، اذا لان القيم ثابتات. شنو اللي يتغيران عندي؟ اللي يتغير قيم التطبيق الاجهادات. هذا الماتيريال طبقت اليوم اجهاد عليه كذا بهذا التصميم، بحث غير تصميم طبقت غير اجهادات، فمعناتها انا لازم اشوف الاجهادات اللي دا اطبقها الالوبل ستريسز ايش قد تطلع لي، او انا اذا اريد سيفتي فاكتور مثلا 1.5 شلون اقدر اطلع ذني من عنده بدلاله الاس تي والاس سي وهكذا. نقرا جرافيكالي شلون قلنا اذا تريد ترسم تمثل النظريه اللي هي الكولوم مور بالرسم، هنا خطوط مستقيمه. اذا شنو اللي كان عندي؟ احد يجاوبني اللي كان عندي الانفلوب مالتي يصير اليبس، يا نظريه يا نظرية كان الانفلوب
مالها يصير إليبس يعني روتيتد، مو يعني روتيتد يعني مو معناتها أفقي، ما إليبس زاوية. شان distortion energy. الماكسيموم شير ستريس تيوري كان مثل هاي بس ما مساويات. ليش مساويات بيش هنا ما مساوية؟ من يقول لي هسا هنا هذا صغير وهنا كبير ليش؟ وليش عشان إذا تذكرون المربع الموجود بالربع هنا مساوي للمربع الموجود هنا، بس هنا لا، هذا يختلف عن هذا. شنو السبب؟ ما حد يقدر يستنبط الجواب؟ هذا هو مو بداية، هذا فرضنا الحالة إنه قلنا التنسايل ما يساوي بالضبط 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 صحيح، هو هذا الحل، هو هذا الأسامشن اللي موجود، إنه أنا هنا بهاي النظرية طبقتها على الماتيريالز اللي يكون الاس تي لا يساوي الاس سي. لذلك من جهة رسمت مبين انه انا هنا التنسايل سترينث اليلد سترينث بالتنسايل يساوي لا يساوي اليلد سترينث بالكومبريشن، فهنا بالكومبريشن طلع اكبر، هذا قلنا ياهو اللي يكون اكبر اليلد سترينث بالكمبريشن اكبر بثلاث الى هالقد او اربع مرات اكبر من التنشن يا ماتيريال. هسه قبل شوي شرحناه مني تذكرت اقلب صفحه رجع لكم اياها الصفحه لو نسيتوه بسرعه. هسه قبل دقيقتين شرحناه قلنا تو ماتيريالز، احنا واحد كان عندك بالكمبريشن اقل من التنشن، واحد كان الكمبريشن اكبر من التنشن بصفه، بحيث هذا اللي يتحمل بالكمبريشن فالديلد كلش عالي، الله يعني يتحمل قوه او ستريس كلش عالي بالكمبريشن، هذا به استخدامات كثيره. اذا تتذكرون السندان مال الحداد ليش يستخدموه يطرقون عليه وما يتأذى ما يصير بي شيء، دائما احنا السندان نجي ندق ويتحمل هالدق هذا، بس لو هذا جر جر السندان سحب يجوز ينكسر باقل من القوه اللي تسلطها عليه فهذا يا ماده اللي تتحمل كومبريشن كلش عالي ودائما استخدامات تكونها يعني قويه، الاستخدامات مالته استخدامات واسعه من خلال هالصفه. معقولة كلكم ولا واحد يتذكر الماتيريال اللي شرحناه قبل دقيقتين؟ راح ارجع على الماتيريال وشوفوا لي وقولوا لي يا عمي خالد ما راح ارجع بلكي اشوفه ما حافظه بيها صفحة. تو ماتيريالز قلنا واحد منهم التنشن أكبر من الكمبريشن والثاني الكمبريشن أكبر من التنشن. زين أعتقد في بداية شرح الكولوم مور، هذا شرح الكولوم مور وأكل الماتيريال هذا، وأنا أقول لك 3 to 4 times greater than ultimate tensile strength بالنسبة للكمبريشن أكبر من التنشن. من يقرأ لي راح أهشره حتى تبوعه زين بشوفوه روح. شنو هذا؟ جراي كاست ايرون. جراي كاست ايرون واللي قلنا عليه حديد الزهر الرمادي، قلنا هذا يتحمل ضغط 3 إلى 4 مرات أكثر من الشد. زين فلذلك هذا إيش قد تدق عليه تطرق يتحمل الطرق، يعني يتحمل الصدمات اللي مو صدمات، يتحمل القوة اللي جاية عليه تضغط ضغط يتحمل، فلذلك هذا يتحمل الصدمات يتحمل الكومبريشن أكثر من التنشن، لذلك هذا قلنا عليه هذا الماتيريال اللي هو يخضع لهاي الحالة.
والماتيريال الاخر اللي كان عندك قيمه الكومبريشن التنشن اعلى من الكومبريشن يا ماتيريال. التنشن اعلى من الكومبريشن يا ماتيريال عكس الكاست ايرون عكس الجري كاست ايرون قلناه ما حد يذكره. ولا بصف رابع وياي التولود كل من طلع على صفحة أستاذ وياي احنا طينا material two materials examples بهاي هسه قبل دقائق وقلنا واحد يكون هسه هذا قلنا بما انه الكمبريشن كلش عالي اليلد ات كومبريشن عالي اكبر من التنشن اذا هذا سالنا يا ماتيريال هذا ما حد جاوب رجعنا اللي هو قلنا الجراي كاست ايرون بس اكو واحد يعطيك هنا بالتنشن اكبر من الكمبريشن يعني عكس هذا راح الكمبريشن يطلع كلش كبير والتنشن يطلع صغير يا هو هذا بالضبط المغنيسيوم تضعك المغنيسيوم صحيح صحيح شوف يعني عصف أفكار يعني أنت هنا هسه تستذكر بعض الملاحظات اللي دا نطيها يعني اللي يستذكر هذا يكون معناته تركيزه أحسن أو يعني دي يوصل النتيجة. نعم هنا ملاحظة نقرأ since the column more theory we do not need the torsional shear strength circle مو قلنا هالملاحظة هاي ليش لأنه قلنا إذا نروح للدوائر الثلاثة دائرة الشير واقعة بين الدائرتين إذا أرجع حس للدوائر اللي قبلها اللي اختصرناها لا اللي قبلها صار بعدين اختصر هنا شوف هنا عندي دائرة التنشن هاي دائرة مور للتنشن رسمتها بحيث تطلع لك الإجهادات ودائرة مور للكمبريشن ودائرة مور رسمتها علما للشير قلنا احنا هنا شو اختصرنا من لين الدوائر يا دائرة يا دائرة اختصرنا اليمنى لو اليسرى لو بالنص شلناها ولا برابع ليش صافنين يا دائرة شلناها من ذني الدوائر الثلاثة اي بالضبط بالوسط مو قلنا انه هاي انت عندك شنو يعني انا هسه عندي هي موجوده بالبرف عندي ملعب مال طوبه ملعب مال طوبه اقدر امشي بحدود الملعب هاي حدود ملعب اعتبرها مال الطوبه اقدر امشي بحدود الملعب زين اني يحتاج اذا رسمت الثلاث دوائر حددت الحدود مال الملعب بس اذا جيت سويت بين هالنقطه وهالنقطه خط مستقيم وبين هالنقطه هاي وهالنقطه هاي خط مستقيم ماكو داعي اجي ارسم هاي الدائره واتعب بيها اقدر اختصر الثلاث دوائر بدائرتين دائره للتنشن دائره الكومبريشن واخلي بين هاي النقطه التماس وهاي النقطه التماس في خط مستقيم وهنا همينه فلذلك هاي الدائره صارت تحصيل حاصل ضمن شنو ضمن المحيط مال هالملعب هذا اذا تعتبره ملعب وبالتالي هذا راح يخليني الجهد اللي ابذله حتى اسوي المحيط مال الانفلوب راح اختصره باختصار فقط اختبارين اسوي اختبار شد واختبار كومبريشن ماكو داعي اسوي اختبار شير او التورشن لانه انت كل شيء اختبار يحتاج مبالغ فلذلك الكولوم مور اختصر الدوائر بدائرتين ولغى اختبار التورشن وهذين الدائرتين هن تحصيل حاصل التورشن هو اصلا اوريدي مطبق جوا داخل هالدائرتين واضح؟ نعم فلذلك هنا فور بيور شير اذا كان عندك فقط شير ما كان عندك يعني ستريسز principal ستريسز فقط البيور شير معناتها سيجما 1 يساوي ماينس سيجما 3 ويساوي شنو؟
الشير يعني نورمال ستريسز ماكو العفو هنا، فعندك سيجما 1 يساوي ماينس سيجما 3 ويساوي الشير. شوف هاي الحالة هنا كم طبقناها إذا تتذكرون، سيجما A يساوي ماينس سيجما B ويساوي كذا الشير XY إذا تذكرون هناك. هنا نفس الحالة بالبيور شير، إذا بس منطيق قيمة الشير معناتها سيجما 1 وسيجما 3 تحصيل حاصل أنت تحسبها، حتى لو منطيق قيمتها أنت تحسبها من خلال هاي المعادلة. فالشير يساوي سيجما 1 ويساوي ماينس سيجما 3. The torsional yield strength occurs when shear maximum يساوي yield yield strength at shear. إذن التاو maximum يساوي yield strength at shear أو shear yield strength. زين. Substituting sigma 1 يساوي minus sigma 3 ويساوي S SY into equation 5 2 2. هاي شوف ايش راح يطلع عندي هنا. اذا هنا بدال ما اطبق ال ST وال SC اللي هي yield strength at tension و yield strength and compression، راح اطبق ال shear yield at tension وال shear yield at compression. لاحظ هاي ايضا علاقة، اذا كان عندك حالة الشير تقدر تطبق هاي العلاقة. طبعا هنا يعني هذا سمري للدكتل ماتيريال النظريات، هاي انتقروها انتو ماكو داعي احنا نجي نكررها لانه احنا مثلنا السمري اكثر من مرة. زين. وهذا مطبق لك فد experimental data supposed on failure theories modified to show only ductile failures. يعني هنا الحالات اللي هنا منطيق مجموعة من المواد السبائك ومطبقها مطبق هنا وشايف انه اذا اختار فد safety factor وين يصير عندك الفيلير. فالخط اللي هو هذا يصير بالفيلير اذا طبقت الدستورجن انرجي، واذا هذا الخط الاخ المستقيم في حالة الماكسيموم شير ستريس ثيوري. هنا ايضا المختصر بنطيك بعض المختصرات شو تطبق اللي يعني شلون هسه اللي حكيناه ياهو يكون أفضل أنه تطبق يا نظرية. لهنا نتوقف اليوم إن شاء الله، والأسبوع القادم بتسهيل الله راح نبلش في موضوع جديد ضمن هذا الثيوريز اللي هو brittle يعني brittle materials أو theories related to brittle materials اللي هي maximum normal stress theory، وعندنا modification of Moore theory for brittle materials اللي هي brittle column والmodified Moore. نتطرق لها إن شاء الله الأسبوع القادم بعون الله، وحاول راح أعطيكم هذا التمهيد للhomeworks الفصل الثالث، مو نفس بالكتاب مختصر، كل طالب ياخذ له صفحتين او ثلاثه، تحويله ما ياخذ منك يمكن نص ساعه اذا خصوصا وورد، واذا معادلات يعني تطبق تكتب المعادلات وارقامها اذا موجوده. زين. مثل ما موجود انت عندك بي دي اف تحول اياه وورد وتخلي المعادلات شلون تكتبها، واذا جزء اذا عندي معادلات ابعث لكم اياها، حتى ما بس يفضل انه انت تتعلم شلون تكتب المعادله كتابه بالوورد، حتى من تجي الى الهوم ووركس الاخرى انت مهيئ. فهذا اريد اللي طبعا اللي حسب سرعه الارسال، اذا ترسلوه بشكل سريع نشوف نعطيكم فد مهله، واللي يدز اسرع الى درجه، طبعا درجات
يعني هو الليفل مال التأخير ثابت، بس مثلا البريوريتي تنطي الدرجة الزيادة للي يقدمه بأسرع وما بي أخطاء. يعني أنت قدمت جيت سويت إياه بسرعة ودزيت اليوم بس بي 10 أخطاء، لا يجي واحد يدزه ورا يوم وراك وما بي ولا خطأ. أكو يعني معايير تقييم حقيقة. فإحنا راح ننطي الملاحظات، تتباوح على الملاحظات اللي المفروض تطبق هذا التمرين بيها، وتسند على الملاحظات وتبدأ تسوي الشيء الواجب المطلوب منك حتى تشوف أنه أنت وصلت مرحلة. لو ما وصلت بالنسبة للوورد شلون قدرت تحول من البي دي اف للوورد؟ ما طبعا ما يحتاج أنه تطبعك، وبرامج كثيرة تقدر أنت تسوي بيها رأسا كونفيرجن من البي دي اف إلى الوورد، بس يطلع ربش. ترجع تطبع البي دي اف نفسه وتخليه على صفحة، وترجع بالوورد تسوي كوبي بيست إلى أن ترتب الوورد بالضبط بما موجود بالبي دي اف. وكذلك المعادلات تسويها إديتبل، يعني ممكن قابلة للتغيير، يعني مو تجيبه إيمج تسوي لي سكرين شوت للمعادلة وتجيبها تحول ليها بالوورد، لا لازم أنه أنا إذا معادلة يريد أغير بها أقدر إديتبل تسوي ليها، يعني تطبعها عن طريق الوورد. كل واحد ياخذ له صفحتين ثلاثه، ما تاخذ منكم يمكن نص ساعه ساعه حسب المعادلات اللي موجوده. اكو موجوده ايضا هوم ووركس بيها محلول، فايضا هذا هو في التطبيق لل يعني شلون تجي من البي دي اف تحول للوورد، يعني تحوله انت بنفسك. لهنا نتوقف ان شاء الله الساعه 2. طبعا بالمناسبة راح أبعث لكم التقرير مال الحضور للمحاضرة الثانية وهاي المحاضرة، يعني من بدينا ندخل على الجوجل فورم ريبورت كامل من موجود ومن طلع وشوف، يعني ما لي علاقة هذا يقول لي والله المت عندي ضعيف أو شيء. إحنا بالنسبة لنا يعني نمشي على ما موجود بالريبورت. واحد داخل أول محاضرة وطالع تطلع كلها ترى، يعني نبهتكم عليها من البداية. وبنفس الوقت إحنا شوي شوي راح نبدأ نشوف منو موجود ومنو ما موجود من خلال أسئلة نشطها نخليها حتى نعرف أنه منو موجود ومنو ما موجود يبين عندنا. طبعا هاي أنه الحضور أكو يعني تريكس الطالب يلعبها، يدخل للمحاضرة ويطلع، يعني مجرد هو موجود هنا بس هو طالع بغير مكان، يعني بس مجرد مسجل وداخل ومخلي الحاسبة مفتوحة وكأنه هو حاضر قدامك. بس بالنتيجة من تنطي أسئلة تشوفه ما موجود هو. احنا الرجاء اللي العذر يعني هذا ما الواحد الصوت مالته ما يطلع او شيء، حاول يحلها للشغلة لانه لازم تكون المحاضرة تفاعلية، ولازم أنه أنا أشوف الطالب موجود لو لا، أستقرب أنكم تفتهمون من خلال أسئلة بسيطة أسألها أشوفك أنت صدق تتابع من التابع، يعني هاي لازم أنه إحنا نأخذ مؤشرات على الطلاب اللي يقدر يجاوب الطالب اللي ما يقدر يجاوب. يعني لحد اليوم إحنا لحد الآن ما راح أي معيار تقييم راح أسوي صفي، بس من المحاضرة الجاية إن شاء الله راح أبدأ أنطي أسئلة وأشوف الطلاب. أسأل طالب اللي طالب مثلا أبد ما يكتب بيجاوب، معناته ما موجود، هذا ما موجود مرة مرتين أسأله ما موجود يسجل غياب، رغم أنه هو مسجل عندي موجود يعني وداخل، بس داخل بشكل يعني شكلي، ما داخل بشكل أنه هو قاعد هنا دي يتحاور وكأنه في صف. فإحنا نريد أنه نطلع بأخلاقية عمل يكون التزام الطالب بها ضمن المعايير المطلوبة حتى نأمن أنه هو موجود، هو يسمع المحاضرة. مو كل شيء هنا دا نحكي إحنا هو راح يسجل حقيقة، يعني راح يسوي تسجيل آخر خارج هاي، يكون تسجيل مختصر، بس أنت حضورك هنا راح تستنبط أنه أنت دا تفتهم لو ماذا تفتهم، يعني يصير عندك تقدم بالشرح لو ما يصير تقدم. هاي المؤشرات أيضا تؤخذ من الاعتبار.
بس احنا من حد اليوم ما راح نسوي حقيقة من الأسبوع القادم، بس راح انزلكم تقرير بالحضور مالكم حتى تشوفون التسجيل يعني ما موجود في جوجل فورم شنو الشيء المسجل على كل طالب من عندكم خلال فترة التواجد اللي هي وقت المحاضرة. شكرا جزيلا، وإذا عندكم أي استفسار أي شيء أنا موجود حالياً.